بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم يا شباب، وحشتوني جدا، ومكملين مع بعض سلسلة احتراف الآي كيو. معانا الآي كيو إن شاء الله يكون ممتع ومبسط، ونفهم أفكار ونحل أسئلة علشان نجمع أكبر قدر من المعلومات اللي تساعدنا نجاوب على أي سؤال بإذن الله. هنا هو بيقول لك each set of 9 numbers relates to the other. طبعا هنا هو عايزك توجد علاقة ما بين الأرقام اللي على الشمال في البوكسز أو المربعات اللي على الشمال دي بالمربعات اللي على اليمين، علشان نشوف علامة الاستفهام دي هنشيلها ونحط مكانها ايه. تمام، ده باختصار علشان بس ايه. وطبعا لو انت داخل assignment تحله بالانجليش لازم تكون قوي في الانجليش عشان تعرف تترجم وتجاوب يعني. فاللي بيترجم ويجاوب بيقول لك work out the logic behind the number in the left hand box in order to determine which number is missing from the right hand box. طيب 3 7 2 ايه علاقتهم ببعض؟ 1 5 4 2 9 4 ايه علاقتهم ببعض؟ طب هل في علاقة ما بين الأرقام أو رقم فوق أو رقم تحت بالعكس مثلا أو بالتقابل، اللي هي فكرة الانعكاس اللي اتكلمنا فيها قبل كده؟ برضو لا. طيب التلاتة بقت سبعة، بعد كده بقت اتنين، طيب انا شايف في علاقة مش جاية بفكرة ان انا ازود او اشيل، انما انا لو ضربت تلاتة في اتنين هيطلع كام؟ هيطلع ستة. هزود عليهم واحد يبقوا كام؟ سبعة. خلاص الفكرة وصلت لك. واحد في اربعة بكام؟ باربعة. زود عليه واحد يبقوا كام؟ خمسة. اتنين في اربعة بكام؟ تمانية. زود عليه واحد كام؟ تسعة. 6 في 1 ب 6 و1 7، 3 في 4 ب 12 و1 13، يبقى الإجابة هي 13. 1 في 1 ب 1 و1 2، يبقى الفكرة إني بضرب أول رقم هنا في أول رقم هنا وبزود على الناتج، 1 بيديني الرقم اللي في النص، إذا الأنسر هنا أو الإجابة هتكون 13. الورقة والقلم ما تنساهمش، اكتب الفكرة الجديدة ويلا بينا نخش على السؤال اللي جاي بعد كده. وصلنا مع بعض يا شباب للسؤال ده، وبرده ده من الأسئلة الصعبة اللي ناس بعتتها لي وقالت لي مش عارفين مش فاهمين نجاوب ازاي السؤال ده. وهنا بيقول لك place four white circle، حط اربع دوائر بيضة correctly بشكل صحيح in the grid، في الخطوط اللي قدامك دي، in accordance with the rules، وفقا يعني للقواعد of logic already established، اللي هي موجودة اصلا قدامك. طيب طبعا الناس بتبتدي تبص على المربعات اللي قدامها كده كلها مع بعض، فبالتالي بتتوه. واحنا اتفقنا ان احنا لازم نقسم يا شباب السؤال، يعني انا ما ينفعش ان انا ابص على المربعات كلها كده مره واحده، انا لازم اخش ان ديبس او في التفاصيل بعمق. يعني بص كده مثلا، هبدا من هنا. بص هنا انا عندي في 1 2 3 4 5 6 7 دوائر، المهم ان في فاصل واحد بس ما بينها وما بين الدوائر اللي جايه بعد منها، اذا في فاصل هنا، ادي مربع واحد، المربع بقوا 2، الاثنين بقوا 3. بص انت مسكت طرف الخيط وابتديت تمشي ازاي، مسكت طرف الخيط اهو، ادي مربع بقوا 2 بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5، يبقى انت قفلت الايه الدوائر اللي بره. نفس الفكره تعملها جوه، ادي مربع، ادي 2، ادي 3، وابدا من هنا ارسم بقى، ابدا من هنا ارسم اللي هو عايزه. ادي ارسم دايره، طب انا هرسم كام دايره؟ واحد، انا عندي هنا دايره واحده، بقوا 2 بقوا 3، يبقى بالتالي انا هرسم هنا كام دايره؟ 4. هبدا من اول فين؟ احنا قلنا هنسيب 1 هنسيب 2 هنسيب 3 وابدا من هنا. ادي 1 2 3 4. اللي يأكد كلامك ان انت شغال صح ان المربعات البيضة اللي جايه بعد كده كم مربع؟ 1 2 3 4 فعلا، لانه كده يبقى واحد مربع واحد بس فاضي، 2 3 واللي جاي بعد منهم 4 بعد ما هرسم الدوائر البيضة. يلا نجرب ونشوف مع بعض السؤال اللي جاي بعد كده. وصلنا بعض يا شباب للسؤال ده وشفنا فكرته قبل كده، فعايزك برضو يعني تركز معايا في الفكرة دي، لان هي اصعب من اللي فاتت، اصعب من اللي فاتت، ومحتاجة منك شوية تركيز. وقف الفيديو وجرب تفكر وارجع معايا زي ما متعودين دايما. بصوا يا شباب، هنا انا لو جيت شفت مع الارقام كده 3 9 5 او 3 5 9، طيب في علاقة؟ لا. طب 9 6 6، طب حاصل ضرب حاجة، طب اطرح، مش جايب معايا طرح برضو.
طب اضرب مش ج... طب اقسم مثلا، اقسم مثلا حاجة على مش جايب معايا برضو. طب ايه يعني، انا لازم اوجد علاقة، لازم اصل في علاقة موجودة، ده لازم تقنع نفسك بيه عشان توصل للحل. طب هي 4 و8 كام؟ 4 و8 كام؟ 4 و8 12 صح؟ 2 وناخد الواحد معانا بما ان احنا بنجمع دول ودي النتائج. 2 ومعايا واحد هنا، 9 و6 كام؟ 15. وواحد كام؟ 16. 6 ومعايا الواحد، 5 و3 كام؟ 8 و1 9. وصلت وصلت. طب هتقول لي طب انت عرفت منين؟ يعني انت ايه اللي خلاك يعني اشمعنى انت اللي فكرت كده وانا ما فكرتش؟ علشان ده عدى عليا قبل كده. هي خبرات تراكمية يا شباب، الموضوع لوجيك وسيكونس ومواقف وخبرات، وعشان كده بقول لك الورقة والقلم وكل خبرة جديدة وفكرة جديدة وسؤال جديد هتتعلمه هيساعدك تجاوب اللي بعده. علشان كده بفضل الله السلسلة دي مسمعة، وعلشان كده بفضل الله ناس كتير بتتعلم معانا. طيب اللي بيتعلم بقى صح وبيفرق عن غيره في ايه؟ ان اللي داخل الفيديو مش داخل بيتفرج اكنه بيتفرج على فيلم ولا مسلسل، لا، معاه ورقة وقلم وقاعد بيذاكر. انا بذاكر اي كيو علشان اجاوب وعلشان اكسب افكار جديدة تساعدني وتخدمني في التيست اللي جالنا داخل فيه بعد كده. الفكرة دي عدت عليك هتشوفها بعد كده، مش هتاخد في ايدك وقت خالص، وهتلاقي نفسك جاوبت وحليت. الناحية التانية، 7 و9، 7 و9 كام؟ 16. هكتب 6 هنا، يبقى هنا المفروض مكان عند السلام كام؟ 6. طب نكمل ونشوف. 6 ومعايا الواحد، 8 و3 11، وواحد 12 2، ومعايا الواحد 2 و4 6 وواحد 7، يبقى فعلا انا ماشي صح. هيبقى مكان علامة الاستفهام احط كام؟ احط 6. طيب يلا بينا نشوف فكرة السؤال اللي جاي بعد كده. وصلنا مع بعض يا شباب ليه السؤال ده بيتكرر بالعربي او بالانجليش. يعني لو انت داخل assessment بالعربي، امتحان بالعربي او بالانجليش، السؤال ده بيتكرر كتير فيه وبيلخبط الناس والناس بتسيبه. طيب ليه؟ علشان بنحله غلط يا شباب. تعال نشوف فكرة الصح ايه. بيقول لك what day comes 3 days after the day which comes 2 days after the day which comes immediately after the day which comes 2 days after Monday. بتقوم انت سايب السؤال ورايح على السؤال اللي بعده على طول. ليه بقى انت بتعمل كده؟ عشان انت بتفكر بالموضوع. طبعا اول حاجة انت ما بتقسمش السؤال، خلاص احنا اتفقنا ان احنا ما ناخدش السؤال ونسيبه يجري بينا كده، لا احنا نقف. هو الكلام ماشي ومش سايب لك فواصل ومش مش سايب لك نقط ومش سايب لك حاجة علشان تتوه. هو دوره ان هو يتوهك. ليه؟ هو علشان يشوف مين من الناس بيعرف يتحكم في اعصابه، بيعرف يتحكم في الوقت، بيتدرب على الاسئلة دي ولا لا، والكلام ده كله. خلاص فاحنا اتفقنا ان احنا هنقسم السؤال. طب انا سؤال زي ده هجيبه ازاي من بدايته؟ يعني انا يعني بالمنطق كده وبالعقل يا شباب، الناس اللي هي بتبعت لي وعايزاني احل معاها السؤال ده بالمنطق وبالعقل، انا هجيب السؤال ده من بدايته ازاي؟ يعني لو بدأت من البداية كده واقول ايه هو اليوم اللي جاي بعد 3 ايام من اليوم اللي جاي، بعد يومين من اليوم اللي جاي، على طول من اليوم اللي جاي، بعد يومين من يوم الاثنين، من يوم الاثنين، فبالتالي انا مش هفهم حاجة. طب ما واحدة واحدة كده نجيب الموضوع من الاخر بقى، نبدأ من الاخر وبنقسم برضو السؤال. هو هنا بيقول لك which comes 2 days after Monday. طيب هو يومين بعد Monday، يومين بعد Monday ده يوم ايه؟ اليومين اللي بعد Monday ده يوم ايه؟ يوم الاربع، Wednesday. خلاص يبقى انا واقف دلوقتي فين؟ في Wednesday، يوم الاربع يعني. خلاص طيب which comes immediately after the day، يعني اليوم اللي جاي بعد ده على طول، اللي هو يوم ايه؟ Thursday، اللي هو يوم الخميس. طيب هرجع تاني which comes 2 days after the day، 2 days after يعني Friday، بقيت انا فين دلوقتي؟ بقيت في Saturday، بقيت في السبت. طيب ارجع تاني بيقول لك what day بقى comes 3 days after the day، بعد اليوم ده بثلاث ايام يعني الحد والاثنين، يبقى انا واقف في يوم ايه؟
يبقى انا واقف في يوم التلات، ويوم التلات دي الاجابة النموذجية اللي موجودة في اجابة التست ده، واللي موجودة بدون شرح، ولكن احنا مشيناها سيكونس اهو، مشيناها خطوات ومشيناها افكار. وهتلاقي نفسك لو قعدت كده واحدة واحدة وقفت الفيديو وجربت تفكر فيه، هتلاقي فعلا الاجابة هي التلات. ويلا بينا نشوف السؤال اللي جاي بعد كده. وصلنا مع بعض يا شباب للسؤال ده. هنا بيقول لك what is the value of، طبعا وسايب لك ماينس 26 ماينس ماينس 37. طبعا ده سؤال سهل، اعتقد ان احنا عرفنا الاجابه. انا هحول الماينس والماينس دي لموجب، هيبقى بلس 37 ماينس 26، يعني 37 ناقص 26 هتكون الاجابه 11، ودي اجابه السؤال الاخير معانا في الفيديو ده. اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا معانا، ولو بتستفادوا ما تنسوش ان انتوا تدعموا المحتوى ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ناس كتيره مش معاها فلوس مثلا ان هي تاخد كورسات بتكلفه والكلام ده، او معهاش وقت كمان حتى لو معاها الفلوس ان هي تحضر الكورسات دي. فبنحاول ان احنا نقدم قيمه في اليوتيوب، ونحاول ان نقدم حاجه تساعد الناس. فاتمنى ان انتم ما تبخلوش علينا بالدعم، وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفكم في فيديوهات جديده ومميزه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.